طيب ما ينفعش تبقى شغال في السي شارب ومش عارف يعني ايه ترنري اوبريتور او بيشتغل ازاي في السي شارب، هيبقى شكلك وحش. تروح انترفيو ولا حاجه ولا تشوف الكلام ده موجود، هتلاقيه متكرر كتير في مؤخرا في السي شارب، ومش عارف هو ايه الكود ده اسمه ايه او الترنري اوبريتور ده معناه ايه اصلا. فتعالوا في الفيديو ده نفهم ايه الترنري اوبريتور دوت وليه هو مفيد. ترنري بالمناسبه معناها ثلاثي، وهنعرف ليه اسمها ثلاثي دلوقتي. طيب احنا عندنا برنامج صغير اهو مكتوب، عندي فاريبل اكس وفاريبل واي، في 10 وفي 100، وببتدي اقارن لو 10 اكبر من 100 وابتدي يطلع لي المسج زي ما شفنا في الفيديوهات قبل كده. فقال لي مثلا هنا ايه، لا دي اكس ليس ذان واي عشان اكس ب 10 وواي ب 100. فتمام، كلام منطقي جدا، بس كلام كتير قوي على ان انت تطلع مقارنه بسيطه بين متغيرين. موضوع بسيط يعني، المفروض يبقى اسهل من كده، وده اللي مايكروسوفت بتعمله في السي شارب، بتحاول تقلل عدد السطور او عدد الكود اللي انت بتكتبه. الموضوع ممكن يبقى اعقد شويه في الاول، بس مع الوقت بتحس ان الموضوع بسيط خالص وما فيهوش اي مشكله خالص. الاثنين موجودين، الطريقه السهله للعين ديت ومقروءه جدا عشان تقارن مثلا بين رقمين او عموما في اي كونديشنز او ظروف تانية او امثله تانية هتشوفها، والطريقه التانية برضو اللي احنا هنشوفها دلوقتي اللي هي زي الترنري اوبريتور اللي بتسهل شويه الكود، او هي مش بتسهل، هي بتقلل حجمه، يعني بتخليه اعقد بس بتقلل حجمه. طيب ازاي نستخدم بقى موضوع الترنري اوبريتور دوت؟ انا هعرف فاريبل من النوع var، هو بعد كده يتعرف لاحقا يعني، وهقول له result equal، هبتدي بقى هنا اقول له x اكبر من y، وهو راح كمل لي والله، هو كتر خيره، هو طبعا عشان الفيجوال ستوديو 2022 في زي AI كده بيروح يساعدك، فهو راح كمل لك. ادي الترنري اوبريتور يا جماعه اللي قدامنا، ادي الجزء الاولاني اهو، الجزء الثاني اهو، وادي كونديشن، يعني ادي الكونديشن بتاعنا اهو، لو الاكس اكبر من y، وده ان انا بقول له ان هو الترنري اوبريتور، علامه الاستفهام، واروح هيطلع لي بقى مسج في الاخر. فانا لو كملت كده ادي اللي انا عايز اعمله بالظبط، بس ممكن ايه اغيره شويه قبل بس ما اعدل اي حاجه. انا هران كده واقول له طلع لي الريزلت. هو المفروض هنا الكونديشن اللي احنا عملناه ده اللي ببساطه هيروح يطلع لي الفاليو الاكبر، يعني لو الاكس اكبر هيطلعها لي. اروح ران كده، راح طلع لي 100 عشان الواي اكبر. طب لو خليت انا الاكس هي اللي 1000 فبقت اكبر، هيروح يطلع لي ايه 1000. تمام، فبيروح يطلع لي الفاليو الاكبر. مش شرط اقول له يطلع لي الفاليو الاكبر، يعني انا حطيتها في الريزلت، هروح اقول له ممكن طلع لي بقى المسج بتاعتي. فهاجي هنا بقى اقول له الكونديشن ده او لو ترو يعني طلع لي كلمه اكس از جريتر ذان واي، وهنا طلع لي ان اكس از ليس ذان واي. تخيل بقى ان السطر دوت هو نفس الكام سطر ده. تعالوا كده نشوف دلوقتي، المفروض يطلع لي المسج دي مرتين، لان فوق هتطلع اللي هو الكونديشن القديم العادي كود اللي احنا شفناه، والكود اللي هو الشيك اللي شكله ذكي شويه بس شكله معقد شويه. تعالوا كده نرن، طلع لي المسج مرتين اهو. ليه؟ لان الكونديشن ده اتحقق بالطريقه ديت، واتحقق تاني او انا عملته تاني بنفس السنتكس الجديد اللي هو اسمه ترنري اوبريتور. يعني مش جديد قوي في سي شارب، بقاله فتره يعني، بس في بعض الناس ايه ما بتستخدموش يعني، عشان زي ما تشايف ممكن ايه يلخبط شويه. كل اللي انا بعمله بس ده الترنري اوبريتور هنا، انا بس بحطه في الاخر في فاريبل، او الريزلت يعني بحطها في فاريبل من النوع سترينج، لان هنا سترينج. لو انا حطيت له هنا اكس يا جماعه، بص يعني في ملحوظه مهمه جدا، خلي بالك ان دفع الريزلت هنا جاب لك انها ايه سترينج. طب انا لو خليتها رجعتها تاني اكس، طلع لي اذا كان اكس واي، واجي اقف عليها تاني كده هيقول لك ايه ده، دي انت. ليه؟ لان الفار كيورد دي زي ما احنا اتعلمنا بتبقى بشكل دايناميك شويه على حسب، فايه الاوتبوت من هنا ده طلع انت، فتمام يخليها انت. طب لو سترينج زي ما احنا شفنا يخليها سترينج، هنا هيدي ايرور. ليه؟ لان مره برجع له انت ومره برجع له سترينج، فهو مش عارف هو انت عايز انت ولا عايز سترينج، فبالتالي ادى ايرور. اول ما اخلي له الاثنين سترينج انا معمل بس اندو، راح قال لي خلاص دي نوعها سترينج وطلع لي الريزلت بتاعها. طيب ممكن استخدم الترنري اوبريتور ده بقى في ايه تاني؟ ممكن مثلا زي ان احنا نطلع ايفن اور اود، اللي هو الفردي والزوجي، نحدد الارقام فرديه او زوجيه بطريقه سهله جدا. اجي اقول له كده فار، خلينا ناخد كده سطر شويه، هقول له ايفن اور اود، هقول له خليها لي ايه سترينج. تمام، وهاجي اقول له ايفن اور اود ايكوال. بص الطريقه الغريبه دي، فاكر احنا كنا عاملين الايفن اور اود ده لما بنعمل الريمايندر على اثنين عشان تجيب اذا كان هو زوجي ولا فردي، بتشوف باقي القسمه بالريمايندر اللي هو الاوبريتور اللي اسمه ريمايندر طالع زيرو ولا في متبقي. لو طالع زيرو بيبقى زوجي، لو في باقي بيبقى رقم فردي. تمام، فاجي اقول له اكس ريمايندر 2 ايكوال ايكوال زيرو، وادي الترنري اوبريتور بتاعي طلع لي بقى ايفن اور، بس ايه طبعا بين دبل كوتيشن اود. تمام،
اقدر كده بكل بساطه هنا اجي اقول له كونسول رايت لاين وطلع لي مثلا اكس از ايفن اور اود بس كده. مش انا عندي رقم اللي اسمه اكس ده هطلع لي ايفن اور اود اللي هو فوق ب 10 فالمفروض 10 ده رقم زوجي فيطلع لي ايفن. تمام طلع لي اكس از ايفن. طب لو قلت له 11 مثلا هيقول لي لا ده اود تمام ان هو فردي وهكذا. لو قلت له حتى رقم كبير 1550 يقول لك لا ده رقم زوجي بيقبل اسم على 2. طب لو 51 1551 ده لا هيقول لك اود. تمام شايفين يا جماعه الجمال والحلاوه يعني بس مجرد سطر بسيط خالص. وكمان طبعا لما تيجي بقى تكتب ابلكيشنز مش شرط بقى اطلع له المسج هنا لا ده بتبقى حاجه ضمنيه في الابلكيشن فمش هستخدم كمان السطر دوت ده بس عشان نطلعه. فهو مجرد سطر بسيط كده راح عمل المقارنه بين بالكونديشن دوت وقال لك طلع لك اذا كان ايفن اور اود. او انا ممكن اعمل اي حاجه تانية ممكن اضربه في 5 لو في ايكويشن معينه هتطبق عندي يعني من غير ما اعمل الفرده ديت الاف والالس واسال اذا كان ايفن ولا اود ولا ايه ايه الكونديشن يعني المطلوب. تمام طيب ازيدك من الشعر بيت بقى كمان. بس قبل ما ازيدك من الشعر بيت تعالى نعمل كمان للواي فهغير دي كلها كده اقول له بس واي وطلع لي هنا ايه الواي عشان اشوف برضو الواي 100 دي هتبقى ايفن. تمام لان احنا عندنا ال 1551 ديت اود وال 100 ايفن. تمام انا كنت بجيب بس الواي. تمام لو قلت له بقى ده مثلا بقى 109 وجران كده هيقول لي الاثنين بقى ايه اود لان هي ارقام ايه فرديه. تمام لو خليتها 110 مثلا هيبقى واحد ايفن واحد اود. تمام اتمنى تكونوا ايه متابعين. ممكن بقى ايه اجي زي ما بقول لك ازيدك من الشعر بيت ونحسن كمان الكود ده شويه وما نكتبش اللي هي كونسول رايت لاين مش عارف ايه في سطر لوحدها لا نكتبها جوه الترنري اوبريتور برضو. فاجي اقول له كده سي دبليو عشان نستخدم السنيبت ديت الرايت لاين هيجي اقول له بقى عايزك تركز معايا شويه كده اكس ريمايندر 2 ايكوال ايكوال 0 لو المتبقي 0 يعني فده هيبقى ايفن. فهاجي اقول له هنا كده بقى ترنري اوبريتور بتاعي واستخدم سترينج انتربوليشن وهقول له الاكس از ايفن نمبر وعلى النقيض الناحيه الثانيه هقول له ان الاكس للمسج اللي هتطلع از اود نمبر خلي الان كابيتال. هو مدي ايرور يا جماعه مش عشان التاني الاوبريتور ولا حاجه عشان الاكس هنا طبعا السي شارب كيس سنسيتيف فانا عامل له الاكس كابيتال فالاكس متعرفه فوق سمول فلازم تبقى سمول طبعا. تمام الايرور راح. تعال نران كده ونشوف ده هيطلع ايه. هيطلع هنا برضو المسج بقى كامله اهو ان 1551 ده اود نمبر رقم فردي. طب لو خليتها مثلا 4 هيروح على طول يقول لي 4 ده از ايفن نمبر. تمام بسطر واحد فقط بسيط جدا قدرنا نطلع المسج الظريفه ديت. وممكن بقى كمان يعني نسهل على نفسنا ناخد كده الكلام ده كله كوبي بيست واجي اقول له بس طلع لي اذا كان ايفن اور اود يعني مش شرط تطلع لي ايه كل المسج الطويله العريضه ديت انا بشيل بس كل الكلام الزياده بس كده اقول له بس السطر البسيط دوت كده اهو وطلعه لي في رايت لاين ونرن راح قال لي اهو ايفن عشان الاكس احنا بنقول ده بنتكلم على الاكس لو خليتها وليكن 5 هيقول لي اود على طول اود. تمام بس يا جماعه يعني ده من الحاجات هي ممكن تبقى احنا لسه في الاول فدي ممكن تبقى ادفانسد شويه بس هي ترنري اوبريتور يعني بسيط يعني زي ما انت شايف. هنحاول ان شاء الله نستخدمه اكتر عشان يبقى بالنسبه لك شكله مألوف وتبتدي تستخدمه في الكود بتاعك لما تيجي تكتب ابلكيشنز اكبر من كده. فمش هطول عليكم اتمنى يكون الفيديو فاتكم واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.